الملف الثاني والذي خصصناه لقطاع الغابات على مستوى قطاع ولاية العاصمة، مدام أن المناسبة هي المرحلة الأولى للطبعة الخامسة من برنامج محيط أخضر الذي نظمته مديرية الغابات بولاية الجزائر، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية بالإضافة بطبيعة الحال إلى الجمعيات الناشطة في القطاع وبعض الجمعيات الأخرى كالهلال الأحمر الجزائري والوكالة الوطنية للنفايات المبادرة تخللتها عديد النشاطات التي تهدف إلى الحفاظ على الغابات، بالإضافة إلى عملية تشجير لأكثر من 500 شجيرة. الصورة كانت لي الزميلة ليندا مكي للحديث عن كثب حول هذا الموضوع. أسعد باستضافة كل من السيدة لميا شهوب مفتشة رئيسية بمديرية الغابات، مرحبا بك سيدتي. شكرا على تلبية الدعوة. أيضا وتحضر معنا أيضا السيدة هجيرة حلاس مكلفة بالإعلام على مستوى مديرية الغابات العاصمة، مرحبا بك سيدتي. الله يسلمك بك وأهلا. شكرا على تلبية دعوتي. أيضا أبدأ معكم سيدة هجيرة حلاس للحديث عن هذه الطبعة، هي الطبعة الخامسة من هذه المبادرة هذه السنة، هل هناك ما يميزها مقارنة بالسنوات الماضية سيدة هجيرة حلاس؟ نعم، إذن اليوم إن شاء الله كانت الانطلاقة تاع المحطة الخامسة من برنامج محيط أخضر. محيط أخضر هذا هو برنامج توعوي تحسيسي يهدف إلى إرساء الثقافة البيئية لدى الطفل على مستوى ولاية الجزائر. نعم. عنده أربع سنوات، وهذه هي السنة الخامسة اللي راح كانت الانطلاقة تاعها اليوم من غابة بن حدادي ببلدية بن مسوس. البرنامج يعني ما يميزه كما تعلموا إدارة الغابات عندها مهمة التحسيس تقوم بها على سائر السنة، وعندها برنامج تحسيسي مخصص اسمه برنامج محيط أخضر. من خلال هذا البرنامج كاين أشياء يعني يتميز بها، هو أنه يعتمد على طرق بيداغوجية تفاعلية. قلت لكم بلي هذا البرنامج هو موجه للأطفال. الأطفال على مدار أسبوع أو مدار السنة يتلقوا الرسالة التربوية بطرق كلاسيكية. ارتأت مديرية الغابات باش تتبنى طرق بيداغوجية من خلالها يتلقى الطفل، وتكون يعني الاستيعاب تاعه يكون أحسن بحكم التجربة وبحكم يعني التعامل مع الأطفال خلال هذه السنوات. جديد البرنامج لهذا السنة أنه البرنامج نقدر نقول الحمد لله راهو يلقى صدى واسع. الجديد تاع هذه السنة إن شاء الله ربما راح تكون هناك توأمة بين ولايتين يعني مجاورتين للعاصمة، اللي راح تكون ولاية بازا وولاية البوليدة. إن شاء الله راح تكون توأمة لمحطتين في هذا المجال. التوأمة الأولى ربما ستكون حول المناطق الرطبة اللي راح تكون في الأسابيع القادمة إن شاء الله، من أجل يعني نقل تجربة إلى وتعميم الفكرة لإرساء الثقافة البيئية عبر 48 ولاية. جيد. إذن من بين النشاطات التي تدخل ضمن هذه المبادرة هي عملية التشجير. سيدة شهوب، نتحدث على هذه العملية بأي طريقة ستكون؟ هل 500 شجيرة في يوم واحد أو تمتد على أيام أخرى سيدتي؟ أجل عملية التشجير التي تقوم بها مديرية الغابات وحزام أخضر لولاية الجزائر. نعم. على غرار الولايات الأخرى تقوم بعملية التشجير طيلة فترة التشجير اللي تمتد من 25 أكتوبر إلى غاية شهر مارس. هذا نهضر على مستوى ولاية الجزائر، نقوم بعمليات غرس على مستوى الغابات، على مستوى يعني الأهداف اللي سطرتها مديرية الغابات هي حماية الغطاء النباتي وتوسيع الغطاء النباتي، توسيع الغطاء النباتي اللي يكون بعملية التشجير. عملية التشجير نقوم بها على مستوى مختلف، مثلا المحاولات الطرق و محاولات طرق وضفاف طرق طريق سريع. نقوم أيضا بعملية تشجير على مستوى الأحياء، على مستوى المدارس، على مستوى المستشفيات، على مستوى الهيئات مثلا عند الدرك، عند الحماية المدنية نقوم بعملية تشجير، وأيضا نقوم بعمليات تشجير على مستوى الغابات اللي يكون وين نديروا عمليات تحسيسية كما اليوم كانت عملية تشجير أيضا داخل
في عملية في اليوم التحسيسي اللي درناه اليوم على مستوى غابة بن حدادي. غابة بن حدادي اللي هي غابة حضارية اللي تمتد على مستوى 2 هكتار اللي راح تكون متنفس لسكان بلدية بني مسوس. هذه الغابة يعني من أجل يعني كانت هي هيئت ولكن ما زال باش نفتحوها على جال الوباء على جال هذا الوباء. يعني عند انتهاء هذا الوباء بإذن الله ستفتح هذه الغابة. وكما قلت عملية تشجير تكون على مستوى الغابات والهيئات إلى آخره مع الجمعيات ومع يعني نخدموا عملية تشجير وحدنا التكنيك تاع لي فوغي وأيضا مع المشاركة مع هيئات المجتمع المدني والهيئات الرسمية. جيد سيدة جرحلة، ستنعود إلى هذه المبادرة. ما هي أهم النشاطات التي ستستوفيها هذه المبادرة سيدة؟ إذن أخي الكريم، النشاطات هي قلت لك هي عبارة عن ورشات، هي عبارة عن ورشات بيداغوجية تختلف باختلاف شعار المحطة. يعني راح نذكر يعني المشاهدين الكرام أن البرنامج هو يدور حول أنه كل أسبوعين نختار غابة من غابات ولاية العاصمة ونضع شعار يهدف إلى حماية وتوسيع والثروة الغابية النباتية والحيوانية. وانطلاقا من هذاك الشعار ندير ورشات تشرف عليها إدارة الغابات، مثلا المناورات حول مثلا الحرائق الغابات وكيفية إخماد النيران، تعريف الأطفال على مهام رجل الغابات، يعني مناورات في هذا الصدد. كما على بالكم باللي رجل الغابات عنده صفة الضبطية، نوروا للأطفال باللي رجل الغابات كاين أيضا حتى يعني الشباب ماشي غير الأطفال، باللي كاين مخالفات ما لازمش نديروها للحماية على هذه الثروة الغابية. أيضا تكون هناك ورشات بيداغوجية يتم من خلالها تقديم رسالة بيئية. نعم. ويكون هناك أيضا ورشات ترفيهية تكون مثلا يكون فيها رسالة بيئية ولكن تكون مثلا على لسان تنشيط بهلواني أو رسم عن طريق الرسومات، أو حتى قلت لك جديد يعني هذا البرنامج مثلا مغامرة للأطفال للبحث عن مثلا راح نذكر يعني طريقة اتصالية جديدة مع الطفل، اتصالية جديدة. نعم. تجمع بين الطفل والمنشط والمرافق من الجمعية أو المجتمع المدني يعني باش نوصلوا الرسالة الإعلامية على أكمل وجه. لأنه من أهداف هذا البرنامج ارتأت مديرية الغابات أنه في كل طبعة يكون عندها شعار للطبعة. الهدف الأول أن احنا كنا حابين يعني في السنوات الأولى أن ندخلوا للطفل الهدف الأول نحببوا له الشجرة، نحببوا له هذا الكائن حي، يحس بلي هذا كائن حي كما هو كما الإنسان، لازمه هواء ولازمه ماء ولازم نحترموه. بالمقابل راه جد ضروري في حياتنا، راه يمد لنا أشياء اللي هما فوائد الشجرة. هذه سيتي كما يقولوا أول خطوة هو تحبيب للطفل وللناس الشجرة. في المحطات التي يعني تواصلت ارتأينا إلى غرس الأفكار في أذهان المواطنين، ماشي إنما غرس الأشجار في أحضان الطبيعة. كما على بالكم أننا نغرس الشجرة ونروحوا، لا، هذا يعني لا يعني الكثير، أن المهم أن نعتنوا بها وأيضا نعتنوا على المساحات اللي راهم موجودين أيضا من الحرائق من الآفات من يعني عدة الأشياء اللي تهدد الغابات. جيد سيدة لم ياشي، لما نتحدث على العاصمة ربما القليل من الناس من يعرف أن الغطاء الغابي في العاصمة يمكن أن يكون حتى في المناطق الحضرية ولا يخص فقط الغابات المعروفة على مستوى العاصمة. هي يعني العاصميين بصفة عامة يعرفوا غابتي بوشاوي وغابة باينان، ولكن هناك غابات حضارية اللي راهي كانت يعني كما غابة بن حدادي، هذه غابة ساليبة، غابة ساليبة في واد سمار، غابة ترانزيت اللي في بلدية بوروبا. أنا عطيت لك أمثلة، هادو غابات حضارية اللي كانت تمت التهيئة تاعها، يعني تهيئت باش يكون هناك متنفس للزوار.
والغابات كما قلت، الغابات المعروفة اللي غابة باينام، غابة بوشاوي، غابة 19 جوان، هذوك غابات مهيئة، يعني مهيئة وكبيرة. كما غابة باينام تعتبر لو بومون دالجي، سي لو بومون دالجي. غابة نولي شوية لاس دالجي تاع ألجي، كاين غابة بن مراد، غابة اسطنبولي، يعني هناك مختلف الغابات اللي تعتبر غابات حضارية، وين يقدروا يجوا لها الناس يريحوا فيها. هناك عندهم لي زير دو جو، الاطفال يقدروا يلعبوا في هذوك لي زير دو جو. وكاين غابات في طور الانجاز اللي مازال ما كملناش الانجاز تاع التهيئه تاعها. هل هناك شروط حتى تكون في منطقه معينه غابه حضاريه سيده شيخ؟ الغابه الحضاريه لا، نسموها غابه حضاريه لان العاصمه هي سيتون زون اوربان. احنا محافظه الغابات او اداره الغابات تحوس اليسي كيفاش تقاردي هذيك لو بو دو بوا، اسمح لي. لا نعم ماشي مشكل، تفضلي. لو بو دو بوا الايفوري اللي بقاو على مستوى، على بعض المساحات على مستوى ولايه الجزائر، ونحوسوا كيفاش نهيئوها. يعني ليست هناك شروط، ولكن نحوسوا كيفاش نيساي دو غاردي هذيك لا فوري ونهيئوها باش تكون متنزه، تكون متنفس فوالا، متنفس للناس اللي يزوروها. جيد سيدة هاجي رحلس، ربما الآن المواطنين في بيوتهم يسمعوا هذه المبادرة وخاصة موجهة للأطفال، الآن كيف يتم انتقاء الأطفال الذين يستفيدون من هذه المبادرات سيدتي؟ إذن مديرية الغابات والحزام الأخضر لولاية الجزائر تفتح أبوابها اللي هي الغابات، غابات ولاية العاصمة. نعم. تفتح أبوابها وتحط كما يقولوا إطاراتها وأعوانها تحت تصرف الجميع، وتدعو جميع المواطنين، كل الناس نرحب بهم ونقول لهم مرحبا بكم للانضمام في هذا البرنامج. الاستثناء الوحيد اللي راه هذه السنة هو الظروف الوبائية. البرنامج هذا كما قلنا لكم من قبل يمتد طيلة فترة التشجير، معناتها من شهر أكتوبر إلى شهر مارس. كي يتم إعلام المواطن بالأيام. نعم. يعني نعم. يكون فيها طريقة العمل أن إدارة الغابات عندها مهام التوعية والتحسيس كما قلت لك طول السنة. نعم. ارتأينا بالمقابل إدارة الغابات عندها مهام تقنية، وعليه لجأنا إلى الحركة الجمعوية والهيئات، يعني الناشطة في مجال البيئة أو حتى مجالات أخرى المهتمة بميدان البيئة، باش تكون همزة وصل بيننا وبين المجتمع المدني. يعني حتى وإن غاب رجل الغابات في الغابة أو في الشجرة لمهام تقنية، راح يكونوا الناس السكان المجاورين، راح يكونوا اللجان الحية، راح يكونوا هم اللي يحافظوا على الوسط. نعم. هم اللي يحافظوا على هذا الوسط. كيفية الانتقاء، أنه يعني نروحوا لطريقة العمل، أنه إدارة الغابات تفتح أبوابها بأسبوع قبل المحطة وين يكون البرنامج، وين تكون النشاطات على مستوى الغابة، ونقوم بدعوة جميع الفاعلين اللي راهم يعني الحمد لله بعد 5 سنوات عندنا أكثر من 50 جمعية وأكثر من 30 هيئة رسمية. نعم. وخاصة انضموا إلى البرنامج، يعني بمختلف التخصصات، من متطوعين في مجال الصحة، في مجال يعني البيئة، في المجال الثقافي، ينضموا. نفتح لهم أبوابنا في يوم من أيام الأسبوع اللي يسبق التظاهرة. نعم. ونديروا اجتماع تنسيقي يتم من خلاله يعني تحديد الشعار اون كولابوراسيون، يعني كما يقولوا بكل شفافية. نعم. كل حسب تخصصه. جيد، لكن سيدة هاجر حلس ما فكرتوش أنكم تنزلوا إلى المدارس وين كاين وين يكون في اتصال مباشر مع الطفل؟ إذا احنا الأطفال راح يجونا عن طريق الجمعيات. نعم. يعني كاين اتصال مع المدارس، عندنا اتصال مباشر معهم طوال السنة. كما قالت الزميلة عندنا برنامج سنوي للتشجير وللتوعية والتحسيس. على الزملاء يعني راهم قايمين بالمهمة، يروحوا للمدارس ويجوا الأطفال المدارس إلى الغابات أيضا. نعم. يعني كاين عامل تحسيسي وتشجير طوال السنة أبغى برنامج المحيطي أخضر هذا. وأيضا في خلال برنامج محيطي أخضر يتم يعني حضور الأطفال عن طريق الجمعيات، عن طريق جمعيات أولياء التلاميذ اللي راهم حاضرين معنا سواء من الجهة الغربية الوسطى أو الشرقية للعاصمة، عن طريق الكشافة الإسلامية أو حتى المتطوعين. قلت لكم أيضا أشاك فو احنا نحبوا يكونوا السكان المجاورين للغابة، لأنهم كما يقولوا هما أبناء الحي، هما اللي يحبوا يعني نعول عليهم الكثير في حماية هذا الموروث. جيد سيدة لمياء
شهوب العديد من فعاليات المجتمع المدني، تقوم بمبادرات هي مشكورة عليها، مبادرات للتشجير، لكن ربما تنسى أنه يجب أن تتصل بمديرية الغابات لأمور تقنية، ربما حتى في اختيار الأشجار التي تغرس هناك أمور تقنية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. أكيد أكيد، يعني مش نزيد نقطة. إحنا مديرة الغابات تقدر تمد أشجار، تمد أشجار بالمجان. لكل المتطوعين، يعني على سبيل المثال الأحياء، يعني سكان الأحياء اللي يحبوا يغرسوا على مستوى الحي، نقدروا نعطوهم اون بو لي دوتي اشجار دو بلان، يعني غراتويتمون، يعني نعطوهم اشجار بالمجان. وايضا نقدروا ناثروا، نديروا تاثير، يعني نروحوا معاهم ونوعيهم ونوريو لهم كيفاش تكون عمليه الغرس. ولكن لازم تكون توعيه، لازم يعرفوا باللي هذيك الشجره لازم تكون يكون معها ان سويفي، معناتها يكملوا السقي، الساقي يعتني بها الى ان وين تكون هي تكون وحدها تقدر تنمو لوحدها. جيد، شكرا جزيلا لكما ضيفتي الكريمتين السيده لميا شهوب مفتشه رئيسه بمديريه الغابات. شكرا، شكرا جزيلا لك على شكرا. نضيف كلمه اخيره برك باللي كل واحد، يعني احياء او مدارس او اي متطوع يحب يغرس اشجار على مستوى الاحياء او المنازل او اي كان، يقدر يتصل، يعني يقدر يجي لمحافظه الغابات لولايه الجزائر. احنا رانا هنا في خدمتهم، فوالا اوني لا بوغ في خدمتهم، نعطوهم الاشجار ونزيدو نأطروهم، يعني نروحوا معاهم ونوريو لهم كيفاش، يعني تقربوا برك، تقربوا برك عندنا. اذا الدعوه يعني للجميع. دعوة للجميع. شكرا جزيلا لك سيدتي. شكرا موصول ايضا السيده هاجر رحلس مكلفه بالاعلام بمديريه الغابات. شكرا لكم على الاهتمام وشكرا على الاستضافه. مرحبا بكم في اي وقت نرافق مثل هذه المبادرات. شكرا جزيلا.